FM. الكلمة ليك. هو الموضوع فيه برشا بعد. اللي صدر مؤخرا هي أن تونس كانت في نزاع مع رجل الأعمال اللي هو كان يملك أسهم في البنك هذه من عام 82 ومن سنة 89 والدولة التونسية في نزاع معاه، وصل آخر مراحله في السنوات الأخيرة 2013-2014 إلى محكمة التحكيم الدولية، وهي اللي خذت قرار أعطت حق للسيد هذا وقالت أنه معناتها الدولة التونسية تحمل مسؤولية في الموضوع هذا. معناتها الخصم نتاعنا، خصم الدولة التونسية، طالب معناتها تعويض مبالغ كبيرة، ولكن المحكمة مازال ما حكمتش في المبالغ هذه. اللي هو سي عبد المجيد بودن. أصل الخلاف شنو؟ أصل الخلاف هو أسهم تم التنازع عليها بينه هو وبين الاستيبي والدولة التونسية، وهو يقول أنه تظلم في الموضوع وطالب تعويضات، ومتى نزاع طويل. هو أصلا احنا كي أصله كان في حدود 5 ملايين كما يقولوا في البداية في الثمانينات، كان في حدود ما نعرفش الرقم بالضبط ولكن ماهوش بعيد على المبلغ هذا. وطبعا القضية كما قلت لك من سنوات الثمانين، احنا كي دخلنا للحكومة لقيناه الملف مسكر، معناتها هي هو معروض امام المحكمه، يعني الملفات تقدمت والدفاع تقدم والوثائق تقدم، هو امام تحكيم، اي امام محكمه تحكيم، اي هيئه التحكيم السي ار دي، الهيئه التحكيميه، الهيئه التحكيميه، نعم. هذا هو بقى انه البي اف تي كيما عدد من البنوك الاخرى في السنوات اللي قبل الثوره كانت فيها معناتها مثلا تاع سوء تصرف، وعلى حد علمي فما عديد من القضايا اللي هي موجوده امام القضاء اليوم في تونس فيما يخص قروض تم تقديمها بدون ضمانات وما تمش استرجاعها، ولكن هذا جانب اخر ما عندوش علاقه بالحكم اللي صدر مؤخرا. الحكم هو نزاع بين الدولة التونسية والسيد هذا بما يخص، هو يقول أضرار تثبت له في خصوص نزاع حول أسهم في الشركة. أنا ما فهمت، الشرط التحكيمي قائم على أنه التحكيم يتم في الخارج؟ هو كي مشى للهيئة التحكيمية استند على القانون عدد 35 لسنة 69 المتعلق بالاستثمار، هو كان التشريع اللي معناتها كيف استندت عليه المحكمة، شافت لي هي من صلاحياتها النظر في الموضوع. احنا الدولة التونسية هذا ظهر لي سنة 2008 الدولة التونسية ما كانتش قابلة للتحكيم، ولكن هو ما تستند لنص القانون بتاع 69. وحتى في فترة الشغل الهيئة التحكيمية تم طلب الصلح، تم طلب الصلح في عديد من المرات، والشروط اللي طلبها خصم الدولة كانت مجحفة، الشيء اللي خلى الدولة ما مشيتش في الصلح. وتعرف الدولة لا رفضوا مبدأ الصلح، لا، فصار مجلس وزاري في سنة 2011 أقر مبدأ الصلح، وتم تكليف وفد للتفاوض مع الخصم وتفاوضوا معاه في سنة 2012 وما وصلوش إلى حل في الموضوع. أنا اللي نعرفه سياد، خلينا نوضحه ساعة راهو الناس يحكيوا على قضية حتى أنا كانت غامضة عندي، ما عنديش دوسي بين إيديا خاطر. اللي نعرفه أنه حتى في التحكيم تم تعيين قاضي وحيد اللي هو كان مستشار رئيس الجمهورية اللي هو سي أحمد الورفلي. وفي القضايا وقت اللي توصل لاربيتراج على مستوى عالي، غرفة باريس ولا بريطانيا ولا غيره، معناها اللي الناس اللي جابوهم هما المشهود لهم بالكفاءة والقدرة كمحامين ورجالات تحكيم، مش واحد ومش اثنين. بينما احنا باعثين يبدو الظاهر لقاضي عقاري احمد ما نعرفش، ما عنديش الورفلي اللي كان مستشار مصري القانوني مشى، معناها التفصيل هذا ما عنديش، ولكن معناتها احنا في كل الحالات معناتها خلينا قرار نشوفوا تفاصيل الملف كيفاش تمت هذه، وهل انه الدوله التونسيه دافعت على حقوقها كما يجوز، هل انه تم احترام كل الاجراءات، خاطر في الاخر اذا المحكمه باش تحكم بتعويض ايا كان المبلغ نتاعو لاي طرف سي بودن ولا غيره، راهو دافع الضرائب اللي باش يخلصوا، باش تخلصوا انت وباش تخلصوا الاستاذ. معناها صدر القرار ماهوش المبلغ هو اللي مازال ما صدرش، معناتها مازال ما صدرش المبلغ، هو القرار مو تحديد المسؤوليه بالنسبه للفوائد. لا لا هو تو بقينا كان في احتساب المبلغ قداش هكا فوالا، اما المبدا حسم اي، ولكن خسرنا طبعا اي الدوله خسرت. لا لا الدوله خسرت هذا ما فيش كلام، ولا علاش قلت لك احنا مش حلو تحقيق نشوفوها، لانه الدوله دافعت كما يجب على
مصالحها والا لا. انتم قلتوا الملف هذا كان مسكر وانتم معناتها لا 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 ما كانش مسكر كان كان مسكر بمعنى انه وقت اللي احنا وصلنا كانت المحكمه في المراحل الاخيره نتاعها في اعداد الحكم، ما صارتش مرافعات، ما صارش تقديم، ما صارتش متابعه يعني الملف هذا. لا فما متابعه ولكن النزاع هذا ياخذ برشا وقت. كما قلت لك مساله هيئه التحكيم رجعت تنظر في الملف من منذ سنه 2013. وقت اللي دخلنا احنا الحكومه 2016 كان الملف وصل الى اخر المسار نتاعو، ما كناش في مرحله اعداد الملف، يعني ملف الدفاع الحكومه الحاليه ما شاركتش في اعداد. محسوم قبلكم هو، محسوم قبلنا، محسوم قبلنا قبلكم. كي دخلنا سالنا على الموضوع قالوا راهو نستناو في حكم المحكمه، ما عادش فما حد شيء اخر يتعمل. وجا حكم المحكمه وجا حكم المحكمه. لا هو هو الـ الـ هو التقصير وقت اللي صار صار مع في وزاره تملك الدوله المكلف العام في وقت سليم بن حميدان. هو حسين بن حميدان هو كما قلت لك هو النزاع طويل. كابا فان الكلمة ليك.